السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. كنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن بعض فوائد ذكر الله عز وجل، وهو طبعا من الأمور العظيمة أن ربنا عز وجل ذكرها في القرآن كثيرا، وأوصى المؤمنين أن يذكروها ذكرا كثيرا في كثير من الصور والمواضع. فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلوم المسلمين معنا، طبعا بنرحب به. مرحب بك دكتور. أهلا وسهلا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. طبعا كنا تكلمنا قبل كده دكتور عن بعض فوائد ذكر الله عز وجل، حضرتك ذكرتنا بأنه يعني من فوائد ذكر الله أن الله عز وجل يذكر من يذكره، وايضا ان الذاكرون الله كثيرا او الذاكرين الله كثيرا بيكونوا من اولي الالباب، وكثير من الفوائد ربما حضرتك ذكرت يمكن قرابه ال100 فائده، خدنا قليل من هذه الفوائد يمكن 3 أو 4. ففائده نعم. اليوم دكتور عن ماذا؟ ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه. حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحامدين، واكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أفضل عبادك يوم القيامة، كما في الصحيح عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. حمادون ليس حامدين، حماد صيغة مبالغة على وزن فعال بمعنى كثير الحمد، يعني كثير الحمد غير حامد. حامد اسم فاعل ممكن يحمد مرة وأخرى لا وكذا، لكن حماد كما يقول العلماء صيغة مبالغة على الوزن الفعال، كما في أوصاف الله عز وجل وإني لغفار. في فرق بين غافر وغفار، غافر مرة لكن غفار كثير المغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنسأل الله تعالى بمنه وطوله وفضله أن يجعلنا أفضل عباد يوم القيامة بهذا الحديث الصحيح الثابت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ولصفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرمة، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وحققنا اللهم بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، وعصمنا بمنك وطولك وفضلك ما أحيتنا من نواقضها ما أحييتنا، فلا عاصم إلا أنت. نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك وشهدت به لك ملائكتك وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما قلت وقولك الحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به حبيبك ومصطفاك في القتال فقلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما جرى به قلمك وحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك. ومع كل صلاة أو تسليم مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فاكتبنا اللهم من المصلين والمسلمين عليه معهم وفيهم، واكتب لنا مثل هذه الصلاة والسلام وعددهما في جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى وسلم بها عليه في
في علمك في ملكك في دامك، في مثل وعدد صلواتك وسلامك علي في علمك في ملكك في دامك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما علي، وأقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وبعد، فما زلت أقرر وأكرر وأؤكد لأحبابي في الله تعالى مشاهدي هذه القناة المباركة وهذا البرنامج المبارك، أن فوائد ذكر الله تبارك وتعالى بكافة معاني الذكر التي شرفنا بها على 20 فائدة وفضيلة ومنفعة يعني تبلغ أو تشارف 100، وقد ذكرنا منها 4 فيما سبق. والفائدة الخامسة في حلقة اليوم باختصار شديد، أن الذاكر لله سبحانه وتعالى بذكره لله عز وجل يجعله ذلك مستجاب الدعاء. مستجاب الدعوة. مستجاب الدعوة. أعيد، من فوائد وفضائل ومنافع ذكر الله عز وجل أن الذاكر لله سبحانه وتعالى بذكره الله عز وجل يجعله الله تعالى مستجاب الدعوة، يجيب الله دعوته. وكما يقولون، أرجو مشاهدي الأحبة يتنبهوا، كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. أي نعم. كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، يعني هو ليس دليلا في حد ذاته. أيوة، الكلام ده كلام، ما الدليل عليه؟ ما أصله؟ ما الشاهد له؟ والجواب، هذا الكلام الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيان المعصومان. أما من القرآن الكريم فالآيات الكريمة التي ختمنا بها حلقة الأسبوع الماضي من يستفتونك. أي نعم. في سورة آل عمران. وأرجو التدبر والتأمل، لأن الله تعالى يقول أفلا تدبرون القرآن، ولأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره. يقول تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء أولي الألباب؟ لهم صفات. أول هذه الصفات الله تعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أي نعم، في كل حال. الأحوال الثلاثة. أي نعم. القيام والقعود والاضطجاع. أي نعم. صفة ثانية: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الاثنين. ماذا يقولون عندما ينظرون في خلق السماوات والأرض؟ يقولون، وأرجو الأحبة يتنبهوا معي: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي نعم. اثنين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ثلاثة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. أربعة: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. خمسة: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خمس مرات ربنا. أول صفة: يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. أين؟ ما نتيجة هذا الدعاء؟ وما نتيجة يعني ذكر الله هذا؟ يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم. وكأن الاستجابة مربوطة بالذكر والدعاء. أيوة، واضحة. يعني شوف الآيات يعني مع التسلسل، مع التدبر، مع التأمل، مع التفكر. فاستجاب لهم ربهم. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذه الآيات الكريمة استنباط دقيق بليغ حكيم، يقول: من أراد أن يستجيب الله تعالى له دعاءه فبعد الذكر يردد 5 مرات: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أي نعم. بدليل أن ربنا هنا ذكر ربنا 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 ربنا، وبعد الخمسة قال: فاستجاب لهم ربهم. هذا معنى الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. وفي الصحيح: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. لأكفرن. أي نعم. هم قالوا إيه في دعائهم؟
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا. هنا يقول لأكفرن عنهم سيئتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نلاحظ أول صفة أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وسأذكر بعد قليل نماذج من ذكر الله، يعني قياما ونماذج من ذكر الله تعالى قعودا ونماذج من ذكر الله تعالى على جنوبهم. يعني كأن ربنا لم يذكر لم يترك لك حالة تكون عليها إلا وإيه ولك فيها ذكر له عز وجل. هذا الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، والسنة منزلة أعيد، والسنة منزلة على النبي عليه الصلاة والسلام كما أن القرآن منزل. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. الله سبحانه وتعالى يعني بعدما ذكر الآية دي ده دليل استدلت به. دليل الثاني من السنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح ثلاثة لا يرد الله تعالى دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله تعالى دعاءهم، أولهم الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. الإمام المقسط، الإمام العادل. أي نعم. المقسط يعني العادل، وليس الإمام القاسط. معلومة لغوية لأحبائي مشاهدي هذه القناة المباركة وهذا البرنامج المبارك، هناك فرق بين المقسط والقاسط. المقسط العادل، والقاسط الظالم والجائر. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أينا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سبحان الله. قاسط ظالم، والقاسط اسم فاعل من الثلاثي الماضي سقط، قسط، قسط يقسط فهو قاسط. أما أقسط رباعي الماضي بتاعه رباعي، فاسم الفاعل منه مقسط أي عادل. ولذلك يقول تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أمر الله، صدر الآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أي نعم. إن الله يحب المقسطين. نفس المعنى، يحب المقسطين أو أي المقسط. أي نعم. وهنا الإمام المقسط. يبقى هناك فرق كبير، شوف حرف واحد بس، قسط ثلاثي، أقسط رباعي. اسم الفاعل من قسط قاسط ظالم جائر. والنص يقول في الجنة كما قلنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لكن المقسط العادل، إن الله يحب المقسطين. أي نعم. هنا دكتور في نقطة حضرتك ذكرت بأن مسألة يعني ذكر الله مرتبط أو استجابة الدعاء مرتبطة بذكر الله. هنا سؤال حول مسألة يعني الآن لما الناس فيه تدعى ربنا بتبدأ بالحمد والصلاة على النبي ثم تدعي وتختم بحمد الله، هل هذا الموضوع يعني لا هو من السنة وأيضا له علاقة بما نقوله في مسألة الاستجابة وربطها بذكر الله؟ الفتح. الفتح، ولذلك من أسماء الفتحة يعني إيه الكافية الشافية، الثناء على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى في سورة الفتحة علم عباده كيف يدعونه. قبل ما يدعوه ويطلب منه طلبهم يثنوا عليه ويذكروه. واضح جدا. الحمد لله رب العالمين، أدي واحد. الرحمن الرحيم، أو الرحمن الرحيم، أو اسم من أسماء الله الحسنى، اسمان من أسماء الله الحسنى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. فسورة الفاتحة تعلم العباد كيف يدعون الله، يعني لا يكون العبد صاحب مصلحة، لا، إنما يتعلم كيف يدعو الله عز وجل. اطلب مصلحته، ولكن وقت البيوت من أبوابها، أحسن الطلب. علمتنا السورة وذلك في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. من أسماء سورة الفتحة الصلاة، من أسماء الفتحة، من أسماء أم الكتاب، من أسمائها الشافية، من أسمائها الكافية، من أسمائها الوافية،
أسماء تبلغ قرابة 30 اسما، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. انظر للمولى عز وجل، أسماؤه لا تحصى ولا تعد، ولله الأسماء الحسنى. صح في صحيح البخاري إن لله 99 اسما، هل هي محصورة؟ لا، هناك من هذه الأسماء الحسنى من ليس مذكورا في هذه الرواية: خير الوارثين، خير الماكرين، أرحم الراحمين. وهذه الأسماء غير مذكورة في 99 اللي أوردها الإمام الترمذي في الصحيح. ولذلك في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى لله أسماء لا يعلم أحد إلا هو، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، إلى آخر هذا الحديث الصحيح. فبالتالي الكلام اللي حضرتك فضلت به أنه هذا من آداب الدعاء، أنه تذكر ربنا قبل ما تدعو، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الصحيح: كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب، محجوب ممنوع موقوف، حتى الحديث الصحيح: حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة يقول: هذا الحديث في حكم المرفوع، لأنه مروي عن سيدنا علي، ومثله لا يقال من قبل الرأي. هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي. يبقى كون سيدنا علي يقول هذا الكلام يبقى حديث مرفوع، والحديث المرفوع ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكون أن هذا الكلام يخبر أن الدعاء موقوف لا يرفع إلى الله حتى يصلى على النبي، هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قبل الرأي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يشهد له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. فيقول فضالة بن عبيد: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. الرجل ده استعجل، اي نعم، طلبه بدون ما يعمل مقدمه، بدون ما يهيئ، عجل هذا. اسمع مره الحديث الصحيح: سمع رسول الله رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: عجل هذا. ثم دعاه الرسول، استدعاه، قال له: تعالى. فقال له: اذا صلى احدكم، يعني اذا دعا، فليبدأ بتحميد الله. خلي بال حضرتك، واضح سؤالك يا أخي طارق؟ أي نعم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعده بما شاء. بتحمد ربنا وتثني عليه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نذكر نماذج من الأدعية. قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في أصف الذاكرين: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف مثال الذكر على جنوبهم في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، مكان سريرك أو الكنبة اللي تنام عليها، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وتوسد يمينك، يعني حط إيدك وإيدك اليمين وسادة لك وسادة، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. وفي رواية: وإن أصبحت أصبت خيرا. وفي رواية: وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتهن، يعني رددهم، يردد اللي سمع من الرسول. الله معايا أخي طارق؟ معك دكتور. نعم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. فيقول: فرددتهن على النبي صلى الله عليه وسلم لأستذكرهن،
فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لي ونبيك الذي أرسلت. يعني هنا دعاء، دعاء مقيد اللفظ. الرسول قال وبنبيك، يبقى لا تقول وبرسولك. فعندنا الذكر مطلق ومقيد. مطلق يعني مقيد، مطلق من غير تقييد لفظي، مطلق الحال في أي وقت ذكر ربنا. لكن هناك ذكر مقيد المكان، مقيد الزمان، مقيد اللفظ. أعيد، هنا الذكر نوعان، هناك ذكر مقيد، هناك ذكر مطلق. طيب دكتور، يعني معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام ان الذكر المقيد اللي هو الذكر اللي انت لازم تلتزم بالنص اللي ورد في هذا الذكر. طب احنا دكتور، احنا بدات الاتصالات تردنا، ان شاء الله ناخد الاتصالات وهسال حضرتك على اسئله على هذا الموضوع لو سمحت لي، يعني بس ما تضيعش مني المعلومه دي. لا ان شاء الله نرجع لها باذن الله. ان شاء الله. اتفضل. معنا الاخ نور الدين من المغرب. استاذ نور الدين تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وحياكم الله، واننا نحب الشيخ ونقدر رأسه ونحبه في الله، وزانه الله علما وحكمة. جزاك الله خير. الله يرحم الشهداء، الله يرحم رئيسنا مرسي رحمة الله عليه، وسيد قطب، وسيد قطب ذلك العالم الشه الذي تعلمنا منه الرجولة. وعندي سؤال. تفضل. وهو أننا نشاهد في بعض المسلسلات التركية مثلا فيلم عثمان لا يسلمون، من أين جاءت لا يسلمون، يضعون أيديهم على قلوبهم. هل لا يسلمون؟ ما أريد من الشيخ أن يقول لماذا. تمام خلاص، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا، تسمع الإجابة إن شاء الله. أخ نور الدين، دكتور الأخ نور الدين بيسأل على مسألة أن بعض الشعوب، اتكلم طبعا على المسلسلات التركية القديمة، يعني لكن بعض الشعوب السلام بتاعها بيكون بدون مصافحة، يعني يحط إيدهم على صدرهم كده يعني. فهل يعني هذا الأمر موافق للشرع؟ السؤال عبارة مش غير محررة. يعني السلام دكتور، هل في الشرع السلام يجب فيه المصافحة، ولا ممكن يكتفي الشخص مثلا بإشارة معينة؟ يعني المصافحة، الحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما خطاياهما كما تحات الورق عن الشجر. فالمصافحة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت ممكنة ومستطاعة، إذا لم تكن ممكنة ومستطاعة فيكفي الإشارة أو يكفي إلقاء السلام. نعم. الأخت أم محمد من فرنسا. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. أنا عندي سؤالين للشيخ من فضلك. تفضلي. الأول، أنا أربي بنتين، أخذتهما من تكفلت بهما وربيهما عندي. تمام. أخذتهما من دار اليتامى، كان عمرهم 3 أشهر. تمام. الآن 4 سنوات، لكن سمعت هما مجهولان النسب، لكن هذا ليس ذنبهما. سمعت كثير من الشيوخ في الدروس يقولون أن أبناء الزنا لا يدخلون الجنة، فلم أفهم ما معنى البنات لا يدخلون، لأني أربيهم على الإسلام والدين وليس ذنبهما ما حدث ما حدث. لكن سمعت شيوخ يقولون أن أبناء الزنا لا يدخلون الجنة، وسمعته بتكرار يشرحون إذا بناتي لا يدخلون الجنة من خلاص. واضح، هذه النقطة واضحة. والسؤال الثاني والسؤال الثاني هو أنا أصرف على والدي، كنت أجعل لهم مرتب شهري، ولكن الله ناب عليهما ودخل عندهم مدخول، دخل عندهم ميراث، فظننت أني أقطع الراتب لوالدي لأنهم لا يحتاجون الآن المال، لكن أمي طلبت مني أن لا أقطع المرتب وأن أعطيه لهما رغم أن عندهما الآن المال كافي. هل أنا ملزمة؟ أنا لا أريد أن أعطي لأمي المال، لكن هل إذا رفضت هذا ذنب لي، وهل ألزم أن أعطيها رغم أني أعطيها، لكن ما هو حكم الشرع في هذا؟ خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام أخت محمد. دكتور الأخت محمد سؤالها الأول أنها تكفلت ببنتين من مجهول النسب في المكان اللي هي تعيش فيه يعني منذ عدة سنوات، الآن سمعت أحد المشايخ بيقول أن أبناء الزنا لا يدخلون الجنة، فبتسأل عن هذا الموضوع.
أنا يعني المسألة دخول الجنة من عدمها هذا أمر غيبي، والسبيل للأمور الغيبية، السبيل للأمور الغيبية يعني العلم به له طريقان اثنان لا ثالث لهما. الطريق الأول النص الصريح في القرآن، نص صريح في القرآن. والطريق الثاني النص الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد، النص الصريح في القرآن بدخول الجنة أو عدمها. اثنين، الطريق الصحيح أو النقل الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وعليه. ومبلغ علمي أن لا يوجد في نص في القرآن الكريم نص صريح يقول بهذا الكلام، ولم يعني لا علم لي بأنه في هناك نص صحيح يقول بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني، النص القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل، وألا تزر وازرة وزر أخرى. أي نعم. يعني ابن الزنا اللي هو الجريمة هذه التي يرتكبها يعني أبواها أو الرجل الذي وضع نطفته في غير رحم يعني لا يحل له، لا ذنب لهذا الطفل ولا ذنب لا ذنب له في هذه الجريمة. والعدل الإلهي كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبالتالي أتوقف في هذا الكلام لعدم وجود نص وصلني في هذا المقام إن شاء الله سبحانه. إن شاء الله. سؤالها الثاني دكتور عن أنها كانت مخصصة مرتب شهري لوالديها، الآن والديها يعني استلموا ورث لهم وبقى معهم مال، فهي أوقفت هذا الراتب لكن أمها طلبت منها أنها تستمر في إعطائهم هذا الراتب الشهري. فسؤال الأخت أم محمد، هل يجب عليها ذلك؟ ولو توقفت عن دفع هذا الراتب لأبويها يكون عليها ذنب أم لا؟ إذا كانت الوالدة والوالد يعني عندهما ما يكفيهما ويؤمن لهما حياة كريمة فلا إثم عليها ولا ذنب لا إذا أوقفت هذا الكاتب. لكن إذا كانت الأم محتاجة أو الأب محتاج فال يعني من البر بهما أن نصل الوالدين وأن يعني نقضي حوائجهما وأن نلبي مطالبهما ما دامت الحاجة قائمة إلى ذلك. وعلى فكرة بالمناسبة هناك حديث نصه الشهير أنت ومالك لأبيك. أي نعم. أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث الإمام القرطبي في كتابه في تفسيره القيم، الإمام القرطبي المفسر وليس القرطبي المحدث، الإمام القرطبي يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الإمام الألباني حديثا يعني جمع طرق لهذا الحديث ويعني حكم عليه بالصحة، ولكن مع الحكم على الحديث بالصحة فيعارض بالنص القرآني. لو كان الكلام ده صحيح أنت ومالك لأبيك، فالقرآن الكريم في سورة النساء في آية المواريث يبين أن الابن إذا توفي وكان له مصدر دخل وتحت يده مال، إذا توفي هذا الابن أبوه يرث في ماله السدس فقط وأمه ترث فيه السدس فقط. أما إذا كان يعني النص يقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. فهل يعقل ويقبل أن يكون ابن عايش حي يرزق وبالتالي أبوه يملكه ويملك ماله، ولما يتوفى الابن الأب تنحسر يده عن ماله ولا يصيب ولا يأخذ منه إلا سرس؟ فلذلك مع صحة الحديث لكنه يتعارض مع النص القرآن الكريم الذي يورث الأبوين السرس من تركته لي تعالى ولأبوي لكل محمد ثم سرك إن كان ولد فلم يكن ولا ولد ورثه أوفهم الثلث. فالخلاصة لا إثم عليها إذا كانت أمها عندها ما يكفيها وعندها ما يغنيها وعندها حد الكفاية، لا إثم عليها في ذلك، لكن تبرها وتحاول ترضيها بقدر ما تستطيع إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. معنا الأخت أم أحمد من مصر. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت عايز أسأل الشيخ، لو الإمام نصل التشهد الوسطى وبعد ما وقف ذكروا المأمومين، هو كان وقف خلاص للفرض، فمع تكرار تذكرة المأمومين له جلس للتشهد تاني، تمام، فهل الصلاة كده تبقى باطلة؟ يعني في حد من المأمومين ساعتها أو دخل حد المسجد وقال لهم صلاة وكده كلها باطلة؟ طيب تمام، خلاص اسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور الأخت أم أحمد، لو الإمام نسل التشهد الوسطاني ووقف قام فالناس ذكروه فجلس مرة أخرى، هل الصلاة تصبح صحيحة أم باطلة؟ طيب بس تعقيب، بس بالنسبة لسؤال الأخت محمد من فرنسا. أي نعم.
يعني نقول ان هو الاخت ليس عليها اثم ان منعت واوقفت الراتب اللي كانت بتعطيه لوالدتها بعد ما اصبح والدها ووالدتها لهم دخل من الميراث من جهه معينه من المواريث واصبح عندهم حد الكفايه. انا مطلوب مني ان اؤمن لابي وامي حياه كريمه، حياه كريمه يعني تؤمن ضرورات الحياه، المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والمنجح. إذا كانت ضرورات الحياة الستة هذه متوفرة للوالدين فلا إسم عليه في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. إلا بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة أم أحمد من مصر. أيوة ها؟ أم أحمد من مصر. أيوة الأخت الكريمة أم أحمد من مصر. القاعدة إنه لا يعود إلى السنة بعد تلبس بالفرض. لا يعود إلى السنة بعد التلبس بالفرض. هي يعني الأخت أم أحمد ذكرت إن الإمام وقف. إذا كان وقف واعتذل معنى ذلك أنه تلبس بفرض القيام وسينهض وسيبدأ في قراءة الفاتحة والقيام ركن وقراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة. فإذا اعتذل وتم وقوفه قائما المأمومون عليهم أن ينهضوا له ويتابعوه ويغني عن ذلك في آخر الصلاة أن يسجد للسهو سجدتين بعد التشهد قبل السلام. للقاعدة لا يعود إلى السنة بعد التلبس بالفرض. والفقهاء يقولون المتروك من الصلاة إما ركن وإما سنة وإما هيئة. الركن زي الركوع لابد أن يأتي به ويسجد للسهو عنه في الآخر. إذا كان المتروك سنة مثل التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء والمغرب التشهد الأوسط ده سنة. إذا سهى الإمام ونهض وكان قريب من القيام كان قريب من القعود المؤمنون المأمومون إذا سبحوا له فتذكر قبل أن ينهض قائما يعني يسجد يعني يجلس ويقرأ التشهد. أما إذا كان قريب من النهوض وتلبس بالقيام وأصبح معتدل قائما تماما يبقى القاعدة لا يعود إلى السنة بعد تلبس الفرض ويكفي في الآخر أنه هو يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. لو أنه اعتدل قائما تماما والمأمومون أكثروا عليه التسبيح بحيث أنه يجلس وجلس الصلاة صحيحة ما دام قد سجل لسهو في الآخر فلا 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 فالصلاة صحيحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. الأخت أم محمد من مصر. أم محمد اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتك كنت عايز أسأل عن صحة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أبو أمامة بيحرك شفتيه فقالوا بما تحرك شفتيك يا أبو أمامة؟ قال أذكر الله. فقال له أقول لك أكثر من ذكرك الليل مع النهار أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه. هل يا ترى الحديث ده صحيح؟ تمام. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور السؤال واضح لحضرتك؟ جدا. والحديث صحيح. الحديث صحيح أختنا الكريمة محمد. الحديث صحيح وهو من جوامع الكلم التي أتيها رسول الله صلى الله وسلم عليه لما سأل رسول أبا أمامة ما تقول قال أذكر الله فقال أدلك على ذكر يعني كأنه أفضل ذكر حتى أفضل من أنه يذكر الليل والنهار. هذا ذكر جامع كامل شامل. سبحان الله عدد خلقي ورضا. سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، عدد وملء وزنة خلقه. ولذلك أنا أقوله باستمرار في افتتاحية خطبي ودروسي وبرامجي. صحيح. يعني أقول الحمد لله عدد وملء وزنة خلقه، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعته رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما ومن فيما بينهما في الدنيا والآخرة ما شئت من بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث أفضل من ذكر الليل والنهار. يعني في لا يسترق منك دقيقة، لا يسترق منك دقيقتين، هو أفضل من ذكرك طول الليل وطول النهار. فهو من جوامع الكلم. وأيضا يشهد له الحديث الآخر، هو صحيح كما قلنا أو أكد هو حديث صحيح ويشهد. وأيضا هناك حديث آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاة الصبح يوما وبعدين انصرف لبعض حوائجه ورجع فوجد أن إحدى أمهات المؤمنين كانت لا زالت جالسة وتسبح وعندها النوى، عندها نوى من الصحابة كانوا يجمعوا حبات النوى بتاع التمر ويجمعوها في طاسة، يجمعوها في طاسة أو في وعاء ويسبحوا عليها. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عنده طاسة يعني طبصية كده وضع فيها 1000 نواة من نوى التمر
وتوصية أخرى فارغة خالية جدا، لما ينام يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكل نواة يسبح عليها تسبيح حتى يمد يده في الطاسة فلا يجد شيئا، يكون من ذلك قد سبح ألف. والإمام الأسيوطي، الإمام الأسيوطي أو السيوطي نسبة إلى أسيوط عليه شآبيب الرحمة وجعله الله تعالى في الدرس الأعلى، له كتاب قيم بعنوان المنحة في فضل السبحة، المنحة في فضل السبحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج بعد صلاة الصبح ورجع ثاني، وجد إحدى أمات المؤمنين كانت لا زالت جالسة وتسبح على النوى، فقال: أما زلت منذ كنت من ساعة ما صلينا وانت قاعدة تسبحي على النوى؟ قالت ايه؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: اولا ادلك على شيء لو قلتيه لوزن ما قلت ليوم القيامة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مجد كلماته. من الذي يستطيع ان يحصي عدد خلق الله؟ من الذي يستطيع ان يحصي زنة عرش الله؟ لا احد. فهذا من جوامع الكلم، ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوصي دائما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها بجوامع الدعاء وبجوامع الكلم. نعم. اي نعم. طب هو دكتور، احنا كنا توقفنا في مساله الحديث الدعاء المقيد والدعاء المطلق. هل أيوة. الحديث اللي ذكرته الاخت المتصله يعني يدخل ضمن المقيد؟ لا، مطلق. انا اذكر المقيد. مقيد ايه يا اخي طارق؟ مقيد الزمان. أينا. زي أذكار الصباح وأذكار المساء في وقت معين. إذا أصبحت فقل، إذا أمسيت فقل. أينا. مثلا دعاء مقيد المكان. لما تيجي تدخل البيت ماذا تقول؟ بسم الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا. لما تيجي تدخل، عفوا أنت كرم الحمام دورة المياه، اللهم نعوذ بك من الخبث والقبائث. عندما يأتي الرجل أهله، بسم الله، اللهم جنبنا ده مقيد الحال، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يبقى عندي ذكر مقيد الحال، مقيد المكان، مقيد الزمان. اما تركب السياره، سبحان الذي تركب القطار، تركب المترو، تركب الطائره، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اكبر الله اكبر الى اخره. يبقى عندي ذكر مقيد المكان، ذكر مقيد الزمان، ذكر مقيد الحال، ذكر مقيد اللفظ. اللفظ يعني مثلا كما قلنا البراء بن عازب لما 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 سمع من الرسول الدعاء والذكر اللي يقوله عندما ينام: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك، فبدلا من أن يقول وبنبي قال وبرسولك، فالرسول قال له قلت وبرسولك. يبقى ده اسمه ذكر مقيد اللفظ. نبيك، لأنه طبعا في فرق بين النبي والرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، فلذلك الرسول قال له قلت وبنبيك. يبقى ده ذكر مقيد اللفظ. أما الذكر المطلق بقى مفتوح، مطلق مطلق، من قيد المكان، من قيد الزمان، من قيد اللفظ، من قيد الحال. يعني أنت ماشي في الطريق تذكر ربنا، أنت عفوا عندك ذكر مقيد الحال زي ذكر الطعام والشراب، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، بسم الله أوله وآخره إلى آخره. فالذكر المقيد الزمان، المكان، الحال، مقيد اللفظ، أربعه. ما عدا ذلك يكون ذكرا مطلقا. أي نعم. الدكتور معنا الأخ أبو يوسف من مصر. أبو يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت عندي سؤال للشيخ. تفضل بالسؤال. الله يجزيك خير. حضرتك في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه: أي عبدي مرضت فلم تعودني، إلى آخر الحديث. أي نعم. يعني السؤال: كيف يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمرض والمرض عجز وضعف وهو من صفات البشر؟ فكيف إلى طبعا لا يليق بالله سبحانه وتعالى هذه الصفة، فكيف يصف الله سبحانه وتعالى حتى لو على سبيل المجاز يعني مرضت فلم تعودني؟ فكيف يصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بالمرض والمرض عجز وضعف؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير. دكتور، الحديث القدسي مرضت فلم تعودني، كيف نفهم كلمة مرضت؟ هو أولا نشكر الأخ الكريم أبو يوسف جزاه الله خيرا، يعني أبو سمي كما يقولون. فالحديث أولا صحيح، حديث قدس صحيح، حديث صحيح، هذا واحد. رقم اثنين، الحديث نفسه نص فيه الإجابة على السؤال، فيه الإجابة على السؤال: مرضت فلم تعدني. قال ربي كيف أعودك؟ قال: مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان، ولو عدته رواية لوجدتني عنده، ورواية لوجدت ذلك عندي. يعني ستجد ثواب العيادة دي عندي، وتجد أجر العيادة دي عندي. فالعلماء يقولون عن مثل هذه الأحاديث أنه من باب المشاكلة اللفظية، مشاكلة لفظية. مثل حديث إيه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا.
إن الله لا يمل حتى تمله. ما هو الملل؟ ترك الشيء ضجر وسأم، ترك الشيء سأم وضجر. فهل الله تعالى يسأم؟ هل الله تعالى يضجر؟ لا يسأم ولا يضجر. إنما يعني لما الإنسان يخرج من العمل ما يطيق ويستمر عليه، وأحب الأعمال الله أدومه إن قل بلا ملل، يعني لا ينقطع، لأن العبد إذا انقطع عن العمل قطع الله تعالى عنه الأجر والثواب. فدي تسمى مشكلة لفظية، ومثلها كذلك النص القرآني، وجزاء سيئة مثلها. لما العبد يعمل سيئة والله سبحانه وتعالى يعقب على هذه السيئة، عمل العبد يوصف بأنه سيئة، لكن هل عقاب الله تعالى له يسمى سيئة؟ هل الله تعالى تقع منه إساءة؟ لا تقع منه إساءة. إنما هذا كما قل بلاغيون علماء البلاغة علماء علوم القرآن الكريم، هذا من باب المشاكلة اللفظية. يبقى نص الحديث فيه الإجابة: مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت أرحم وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان مرض. وده يعني من باب الإيه، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطف عباده على بعضهم البعض حتى يتراحموا فيما بينهم. ونص الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلبت منك الطعام. لما تقرأ هذا تقرأ النص القرآني في سورة الأنعام، يقول تعالى: قل أغير الله أبغى ربا ورب أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أي نعم، يطعم ولا يطعم، الله تعالى لا يأكل. قال تعالى في الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنا نفس الكلام، هو استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عندي، تجد ثواب هذا عنده إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير دكتور. أختي سائلة أرسلت عبر الواتساب بتسأل، بتقول إنها تطلقت من زوجها عند المأذون وهي الآن ما زالت في فترة العدة. سؤال الأخت السائلة: هل يجوز لهم لزوجها أن يراجعها سواء في التليفون أو وجها لوجه؟ ولو حدثت هذه المراجعة هل لازم يبقى فيه اتفاق جديد وموافقة جديدة، ولا بس يكفي كلمة إن أنا راجعتك؟ هو المراجعة طبعا، السؤال هنا هل الطلقة دي رجعية ولا بائنة؟ سؤال مهم. الطلقة الرجعية طلقة أولى أو ثانية، هذا واحد. رقم اثنين، هي من أي أنواع النساء؟ هل هي من ذوات الحيض، من الحيض، ولا من ولا يائس، ولا إيه؟ لأن الحائض عدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كانت بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى في سورة النساء الصغرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فإذا كانت من ذوات الحيض وطلقة رجعية وهي حتى في بيت أهلها، الأصل ثالث مرة أقول الأصل أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية لا تخرج من البيت، سواء كان الطلاق بيد الرجل من الرجل أو كان من القاضي، لا تخرج من البيت طلقة أولى رجعية الأولى أو الثانية. والنص والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة النساء الصغرى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرج بإرادتها ولا حد يخرجها. لماذا؟ لإتاحة الفرصة للمراجعة حتى يبقى شمل الأسرة لا يتشتت، لإرشاد الأولاد، تراجع إذا كان الخطأ منها تراجع نفسها، إذا كان الخطأ من الرجل يراجع نفسه وكذا. ولذلك النص يقوله: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فحش مبين، الآخر النص. طيب هي برة وخرجت البيت والطلاق وقع بيد القاضي، هل له أن يراجعها؟ ما دام الطلاق رجعي فالقى أولى والثانية، يبقى له أن يراجعها، والرجعة تكون بالقول أو بالفعل. بالقول: رجعتك إلي. بالفعل أنه يأخذها ويرجعها إلى البيت أهلها ويعاشر معاشرة الأزواج. ولا يحتاج إلى عقد جديد ولا اتفاق جديد، إلا إذا انتهت العدة من فحاضت ثلاث حيضات أو مرة ثلاثة أشهر إذا كانت يائس وكانت في البيت أو في بيت أهلها، انتهت العدة، يبقى لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. ولذلك في خلال فترة العدة لا يحل لأحد أن يتقدم إليها يطلبها زوجة، لأن الله سبحانه وتعالى قل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أحق بردهن، ما حدش يزحمه في هذا الحق طالما هي فترة العدة، لسه ما زال أثر عقد الزواج باقيا. لكن إذا انتهت العدة
وانتهى ثلاث حيضات إذا كان من زوات الحيض أو انتهى ثلاث أشهر إذا كانت من إذا كانت يائس، يبقى أي حد ممكن يتقدم إليها ويتقدم إليها طالقها، وهي تختار يا ترجع للأولاني يا إما تختار الجديد، وربما القديم يحلى، وربما القديم يحلى ولو كان، والبقية عند الأخ عند الأحبة. نعم، جزاك الله خير دكتور. الأخ أحمد من مصر. أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دلوقتي أنا عندي مبلغ هستلمه وهوضعه في البنك، تمام، لأني أنا واخد إيجار جديد بمبلغ عالي، تمام، فهل هذا حرام؟ بنك إسلامي ولا بنك ربوي أخ أحمد؟ لا أنا لسه ما حطيتش بنك. آه. أنا لسه البنك جيني، ففي ناس بعض الناس بيقولوا لي إن هو ده بنك ربوي حرام تاخد منه فلوس. أنا راجل عن معاد، أنا عايز أخد المبلغ اللي هو هيطلع لي من البنك على سبيل أدفع إيجار السكن، أنت عارف العيشة هنا عاملة إيه؟ صحيح. عيشة في مصر غالية. صحيح. خلاص تسمع. هذا حرام؟ تمام، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ بإذن الله. دكتور الأخ أحمد يعني معاه مبلغ وهيحطه في أحد البنوك حتى يدفع الإيجار اللي هو ساكن الشقة اللي هو فيها، يعني من فوائد أو العوائد أو الأرباح من هذا البنك، من هذا المبلغ. النصيحة له بخصوص هذا الأمر، وهل في أي حرمانية في الموضوع أم لا؟ لا، السؤال غير واضح. هو الوقت ربنا رزقه بمبلغ من المال. أي نعم. يحطه في بنك، يحطه بنك إسلامي. أي نعم. حطه بنك إسلامي. بنك إسلامي يطلع عليه، يعني يطلع عليه أرباح بالنسبة له، ويسدد الإيجار بتاع إيجار السكن بتاعه من الأرباح اللي تطلع، بشرط أن يكون إسلاميا، لأن الحديث يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشهيده، وقال هم في الوزر سواء. والنص يقول تعالى فيه عز وجل: يا الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والقاعدة عندنا الشرعية أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام. أين. لو حط المبلغ ده في بنك ربوي يبقى ذلك أعان على الربا، حتى لو مش ياخد شيء، إنما الوقت محتاج له فيضعف بنك إسلامي حتى يبارك الله تعالى له عز وجل فيه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور تقريبا لسه يمكن دقيقتين من وقت الحلقة أو دقيقتين ونص، يعني لو هناك يعني إضافة نعم فيه إضافة للموضوع. إحنا قلنا إنه الفائدة اللي ركزنا عليها في حلقة اليوم من فوائد الذكر 100. أي نعم. قلنا أن الذاكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله تعالى يجعله مجاب الدعوة. واستدلنا بالنص القرآني والحديث الصحيح أيضا من الأحاديث أيضا من 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 نماذج ذكر الله تعالى وأنت نائم. الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار من الليل يعني نايم وبعدين قلق بالليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. واضح هو. وذلك دي نقطة، دي لحظة فارقة يا أحبائي، يا مشاهدي الكرام، يا مستمع هذه القناة المباركة، يا مستمع هذا البرنامج المبارك، اللحظة التي تقلق فيها بالليل تنبه، هي لحظة يستجيب الله تعالى فيها لك الدعاء، بس بشرط ذكر الله بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وأيضا حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا، يعني تتوضأ وتنام قبل ما تروح تنام تتوضأ، من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا قال: جاءت أم سليم، أمه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: رسول الله علمني كلمات أدعو بهن، علمني كلمات أدعو بهن. فقالت: تسبحين الله عشرة، تسبحين الله عشرة، وتحمدينه عشرة، وتكبرينه عشرة، ثم سلي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت. وحديث أم رافع رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه. قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله عشرة، وهلليه عشرة، أي قول لا إله إلا الله عشر مرات، واحمديه عشرة، وكبريه عشرة، واستغفريه عشرة، فإنك إذا سبحت عشرة
قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال الله تعالى قد غفرت لك وهكذا. دكتور يمكن لسه دقيقة واحدة دكتور لو هناك يا رب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحلم والنقى والعفاف والغنى. اللهم بوجهك الكريم، بوجهك الكريم اجمعني والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمين جميعا في علمك في سوق الجمعة في الجنة. اجمعنا في سوق الجمعة في الجنة أحبائي. هناك سوق يقام يوم الجمعة في الجنة يرده المؤمنون وتنفح عليهم يعني لفحة هواء فتزيدهم نضارة وتزيدهم بهاء وتزيدهم جمالا. فاللهم اجمعني ومستمعي الأكارم في سوق الجمعة في الجنة بوجهك الكريم بغير سابقة عذاب ولا سالفة حساب ولا عتاب. أوصي أحبائي بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيبي وقدوتي وأسوتي رسول الله وشفيع يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة كل أسبوع، وأقل حد للكثرة 1000 مرة 1000 مرة ولو فقط. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وأوصي أحبائي بالحفاظ على صلاة فجر يوم الجمعة فهي أفضل الصلاة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأوصي أحبائي كذلك بالحرص على تلاوة سورة الكافي، فإن الذي يقرأها كل جمعة أو ليلة يوم الجمعة وليلتها يضيء الله تعالى له ما بين وبين ملية العتيق ويغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام كما صح بذلك الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة قادمة إن شاء الله نستكمل باقي فوائد ومنافع وفضائل ذكر الله تعالى. قدمت لكم 5 ولكم عندي 95 فائدة وفضيلة ومنفعة، فإلى ذلك الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اجعلنا ممن دعوك فأجبتهم وسألوك فأعطيتهم وتضرعوا إليك فرحمتهم واستنصروك فنصرتهم. اللهم لا تدع لي ولمشاهدي الأحبة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مهتدا إلا زدته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم إنا نسألك كل زفن وكل شهيق، رفعة لا تضعنا بعدها أبدا، وكرامة لا تهنا بعدها أبدا، ورزقا هنيئا لا تحرمنا بعده خيرا أبدا، وعزا لا تذلنا بعده أبدا، وسعادة لا شقاء بعدها أبدا، ورضا لا سخط بعده أبدا. نسألك اللهم الحكمة التي من أتيها فقد أختيرا كثيرة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نقسم عليك بأسمائك الحسنى ألا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا خزايا ولا ناجمين ولا فاتين ولا مفتنين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا، وقرآنك في صدورنا نقف بين يديك فنقرأ فنرقى، لا نقرأ فنذل ونشقى، إنك سميع قريب مجيب دعوات الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ رضا وزن العرش. اللهم أمين اللهم أمين. فإلى ذلكم الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين آمين. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.